خلينا نروح بعد كده مع حضراتكم بقى لفعاليات بتنظمها برضو وزارة الشباب والرياضة، بس هنا بقى تحدي التجديف ده ضمن مبادرة 30 يوم 30 نشاط رياضي. خلينا نروح نشوف تحدي التجديف ده في التقرير ونرجع نكمل. وزارة الشباب والرياضة أطلقت مبادرة بعنوان 30 يوم تحدي. الـ30 يوم دول بـ30 رياضة مختلفة، رياضة زي المشي، الجري، التجديف ورياضات تانية كتير. النهاردة هو أول يوم من فعاليات المبادرة ورياضة التجديف. مبادرة 30 يوم تحدي، المبادرة دي برعاية معالي الدكتور أشرف صبحي. 30 يوم تحدي باختصار هم 5 ألعاب، الألعاب دي بنعمل فيها رياضة طبقا للإجراءات الاحترازية من غير ما يحصل أي احتكاك أو تجمعات. كل واحد بينزل من بيته في الوقت اللي هو بيحدده وبيبتدي يعمل كل النشاط اللي هو مختاره في الابليكيشن، كل واحد لوحده وبمزاجه في الوقت اللي بيناسبه. الألعاب دي مشي وجري وهانديكاب ودراجات وموتور بايك وكاياك. طبعا حاولنا نحصر أكبر قدر من الرياضات، والحمد لله لقينا إقبال كبير جدا من الناس على كل الرياضات. وكان أكتر حاجة مقلقانا الكاياك، بس الحمد لله لقينا ناس يعني مستمتعة جدا بالقصة. يعني التحدي ده جاي في وقت قوي، جاي بعد فترة الناس كلها كانت قاعدة في البيت لمدة كذا شهر، فكويس ان الوزارة بتشجع الناس انه على ممارسة الرياضة، وان احنا عرف ناس اكتر بالرياضات اللي هي بتتلعب في الخارج، اللي هي زي جري، المشي، التأديف، الكياك، التأديف وقوفا، كل انواع الرياضه دي الناس ممكن تمارسها بسهوله في الخارج في الطبيعه من غير ما يعرضوا نفسهم لاي خطر. الرياضه حاجه اساسيه، دي لازم ندخلها في حياتنا اليوميه، تمام؟ مش لازم نقعد نستنى لحد ما يجي وقت العب رياضه فيه، لا انا لازم طول الوقت ادخل في البرنامج اليومي بتاعي لعب رياضه، لان ده اكنه بستثمر في جسمي، تمام؟ وبستثمر في صحتي. فبدل ما العبش رياضه واكسل او اتفرج على ساعات تلفزيون كتيره واقعد في قهاوي وكافيهات كتير، لا لازم اخرج يوميا ساعه على الاقل العب فيها رياضه. نوع من انواع نشر الوعي للرياضات المائيه او للرياضه بشكل عام، لان في رياضات تانية موجوده سواء الجري او المشي او رياضات اخرى، لكن هو انا اساسا يعني بلعب كاياك بقالي فتره، مش محترف لكن انا بلعبه بشكل هوايه، وانا شفتها يعني فرصه كويسه ان الواحد يمارس رياضه حتى بعد فتره التوقف اللي كانت موجوده قبل كده عشان كورونا. وهو يعني هو دي مبادره كويسه من وزاره الشباب والرياضه لنشر الرياضه بشكل عام، وهي بتعود بالفائده على الصحه العامه. كويس بتشجع الشباب ان هم يعملوا رياضه وكده، ويعني لما دخلت لقيت في ناس كتير بتسجل الاكتيفيتي بتاعتها كل يوم، ناس كتير بتشارك بطريقه كبيره يعني، فدي حاجه بتشجع الناس عامه. الحقيقة حاجة جميلة جدا ومبشرة جدا النوع ده من المبادرات، سواء مبادرة دراجتك صحتك أو مبادرة 30 يوم 30 رياضة مختلفة. حلو قوي يا نهاوند إن في مبادرات من النوع ده، والأحلى إن في مشاركات واسعة، إقبال كبير من الناس، صح؟ وكمان مش مثلا من أعمار محددة أو مثلا رجال فقط أو شباب فقط، لا إحنا شفنا فتيات دلوقتي وشفنا أعمار مختلفة، فده كله أمور أو يعني زي ما نقول كده شيء مبشر إن طبعا الثقافة فعلا ابتدت تتغير زي ما إحنا بنقول. يا رب نكون جزء من الناس اللي ساعدت في تغيير كمان وتشجيع الرياضة يعني.